السلام عليكم. نكمل المشروع بتاعنا. احنا شفنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل بول ديتكشن للبول الكرة اللي في الفيديو بتاعنا. ان شاء الله النهاردة هنشوف ازاي نعمل بلين بقى للعيبة والكرة دي في البلين الصغيرة اللي احنا شفناها في اول فيديو خالص، اللي هي البلين دي نشوف ازاي نعملها. طبعا هنستخدم هنا تكنيك perspective transform اللي هي الفانكشن بيلت ان فانكشن الموجوده في السي في 2. بنقول هنا نعمل امبورت للسي في 2 والنمباي، وبنعمل امبورت للسي ار سي والديست. السي ار سي دي اللي هي ايه، فريم كده موجود انا جايبه من الصوره بتاعتي ده، والديست اللي هو الديستنيشن اللي هو الـ النهائيه او الصوره اللي انا هعمل عليها بليند. طب ماشي، ايه هنستخدم perspective transform؟ perspective transform ده يعني لو انت متعرفوش هو حاجه زي بتعمل بلان بتتعامل مع 3 دي مودلز، يعني حاجه مشابهه للافاين ترانسفورميشن، بس الافاين ترانسفورميشن دي لل 2 دي انها تتحرك في مجال ال 2 دي بس اللي هو في الاكس والواي بس، لكن دي بتحرك انها تتحرك اكس وواي وزد اللي هي البعد الثالث اللي هي البرسبكتيف ترانسفورم. فدي بتساعدني ان انا اعمل بلان ادور في ال 3 دي. طبعا بتدي لي امكانيه اكبر في بلان البوينتس وان اتعامل مع البوينتس وكده. هنا احنا بنعمل ايه بقى؟ بنستخدم الفانكشن اسمها سي في 2 جيت برسبكتيف ترانسفورم. طبعا احنا ايه، احنا كل اللي احنا هنعمله ايه، ان احنا عايزين يعني هنمر عليها كده بسرعه، ان احنا عايزين نجيب الماتريكس اللي بتحول النقط اللي هنا للنقط اللي هنا. طب ازاي الجيت برسبكتيف دي بتشتغل؟ عن طريق ان انا بديله اربع نقط هنا في الاس ار سي. هنا بديله مثلا النقطه اللي هنا اللي هي هنا دي ودي 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 اللي هم اربع نقط اللي هم حوالين السنتر دي اللي هي عامله زي شكل معين كده او للسنتر، وبقول له البوينتات دي هتبقى فين في الديستنيشن. هقول له هتبقى هنا وهنا وهنا وهنا، فبيجيب لي الماتريكس اللي حولت البوينتس دي للبوينتس دي. طب الماتريكس دي انا استفاد منها بايه؟ الماتريكس دي بقى من خلالها انا هقدر اجيب اي بوينت في الاس ار سي هنا في السورس، اي بوينت موجود هنا، واجيب هي بقت فين في الديستنيشن هنا بس. طب ازاي احنا هنجيب البوينت دي؟ باي برنامج باي حاجه ممكن انت تشوف البكسلات دي فين مكانها في الصوره. يعني مثلا انا بستخدم هنا البوينت، كل انت بتحرك في الصوره كده بتلاحظ ان في حاجه كده جنب تحت على الشمال اللي هي بتقول لك البكسل اللي انت واقف عليها دي الكوردينيت بتاعها كام. فانا هروح على اول بكسل هنا هتلاقي الكوردينيت بتاعها هنا ايه 873 و61، اللي على اليمين 1323 1329 1339 وهكذا وهكذا. لازم تجيب اربع نقط في السورس ايمج. بعد كده نروح بقى على الديستنيشن ايمج ونجيب البوينتات دي فين في الديستنيشن ايمج. اول بوينت احنا جبناها كانت هنا، فاحنا دي نشوفها كده ايه، دي 452 و33 وهكذا، وتجيب ده كل البوينتات اللي معاك. نروح بقى للكود بتاعنا. قفلت الاسباد برفرات. طب افتحه تاني يا جماعه معلش وارجع لكم تاني. فتحت الاسباد اهو. وقفنا ان احنا بنغلق الاس ار سي والديست، بنجيب هنا الشيبس بتاعتهم اللي هي الابعاد. بعد كده بنعمل هنا ايه، ان بي دوت فلوت 32، بنعمل اري للبوينتس الاولانيه بتاعت السورس والاري تانية للديستنيشن اللي هي البوينتس دي بقت فين. البوينت دي بقت هنا والبوينت دي بقت هنا والبوينت دي بقت هنا ودي بقت هنا. البي تي اس 3 دي انا عاملها للتيست عشان للتيست الكلام ده. البوينت 3 دي اللي هي بتاعت السنتر بتاعت الملعب كله اللي هي النقطة اللي في نص الدايرة. بنقول هنا ام اللي هي الماتريكس بتاعتنا بتساوي سي بي 2 دوت جيت برسبكتيف ترانسفورم البي تي اس 1 والبي تي اس 2. بنطبع الماتريكس، بعد كده بنقول له ايه، بنقول له هنا سي بي 2 دوت برسبكتيف ترانسفورم البي تي اس 3، نزود لها بعد عشان البرسبكتيف ترانسفورم يقبلها، بعد كده بنضربها في الاري ام بيطلع لنا البي تي اس 3. ده البيتس 3 بقت فين في البلين.
بيقولوا هنا اكس بي تي اس 3 او، عشان بنستخرج الاكس والواي من الاري بتاعتنا، بنقول هنا بي بتساوي اكس واي، وبعد كده بنعمل سيركل حواليها في الديستنيشن، بنشوف البتاع دي كانت راحت فين، اللي هي النقطة دي راحت فين، بعد كده بقى ايه بنعرضها و اهي بقت في النص اللي هي السنتر دي. فبس هو ده كان ازاي نعمل اللي هو البلان بين الصور بتاعتنا بتاعت الفريمات والديستنيشن في البلان بتاعتنا.